لتسليط الضوء أكثر على انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن وقرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات عليها والقوات المتحالفة معها، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز يعني يمن صالح الجبري. أهلا بك معنا سيد صالح. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد صالح. يعني مجلس الأمن يمدد العقوبات الدولية على الحوثي والقوات المتحالفة معه، كيف ترى هذا القرار في وقت رفعت فيه أمريكا كما تعلم ميليشيا الحوثي من قائمة الإرهاب؟ شكرا جزيلا. قرار الأمس كان في وضعه الطبيعي، وهو استمرار ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية لمجازر في اليمن، وآخرها ما تقوم به الآن من اعتداءات صارخة بصواريخ سكود ومختلف أنواع الأسلحة على أكثر من 2 مليون نازح يمني في مدينة مأرب معقل الشرعية اليمنية دون وجه حق. مأرب التي تضم كل أبناء الشعب اليمني الذين هاجروا من المناطق التي تحت سيطرة ميليشيا الحوثي إلى مدينة مأرب، وبالتالي هذا القرار كان قرارا يعني أعتبره قرار منصف وفي مكانه الصحيح، بغض النظر عما قامت به الإدارة الأمريكية بشطب ميليشيات الحوثي الإرهابية من قائمة الإرهاب. يبدو هذا يعني تستخدم الإدارة الأمريكية الملف اليمني كمقايضة بينها وبين إيران فيما يتعلق بالسلاح النووي، لكن بالأمس كان قرارا مرحب به من قبل الشرعية اليمنية ومنظمات اليمنية والأحزاب السياسية، وهو قرار يعني كان متوقع، وهو كما يقال وذلك يعني أقل ما يقال في حق هذه الميليشيات. نعم، يعني إلى أي مدى سيؤثر قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على الحوثي والقوات المتحالفة معها على قدراتها الفعلية المادية ومن ثم العسكرية؟ بالنسبة لميليشيات الحوثي الإرهابية يعني هي تقول أن هذا القرارات يعني لا تقدم ولا تؤخر بالنسبة لها، لأنه هي تقوم بفرض أتاوات مالية وتستخدم يعني الموانئ من ميناء الحديدة وضرائب الدولة وكل إمكانيات التي استلمتها من النظام السابق نظام علي عبد الله صالح التي بعد ذلك يعني قتلته، هي تستخدم كل هذه لتجميع الأموال من الشعب اليمني الفقير، يعني فقير ويطلب دعم مالي ويسلب من الشعب اليمني أموال تقوم بها هذه الميليشيات، وبالتالي يعني صحيح سيؤثر عليها يعني إعلاميا وسياسيا، لكن من حيث الميدان قد يكون له تأثيره على المدى البعيد، لكن المدى القريب هنا في إيران تهرب لها الأسلحة، هنا خبراء من إيران موجودين في اليمن، خبراء من حزب الله موجودين في اليمن، ولذلك لابد من الحسم العسكري، وهو ما يقوم به الآن الجيش الوطني في مدينة مأرب، وضحايا الحوثي يعني بالمئات بل بالآلاف سواء كانوا قتلى أو أسرى، ويبدو لي ستكون نهاية الحوثي العسكرية على أعتاب يعني مدينة مأرب. نعم، طيب سيد صالح، بعيدا عن موضوع الحوثيين ولكن يعني في الموضوع اليمني، اللافت أن بعض النواب في البرلمان اليمني طالبوا مجلس الأمن برفع العقوبات عن أحمد نجل الرئيس السابق عبد الله صالح وعن اسم أبيه، كيف تقرأ هذه المطالبة وتوقيتها، وهل هي محاولة لربما لإعادة أحمد صالح إلى المشهد برأيك؟ بالنسبة لأحمد صالح هو خارج المشهد تماما، بل أنه لما قام الحوثيون بقتل أبيه لم يحرك ساكنا، وللأسف فإن جناح حزب المؤتمر الشعبي العام جناح الحوثي المتواجد في صنعاء والذي يقاتل مع الحوثي الشرعية اختاروا أحمد علي عبد الله صالح نائبا لرئيس المؤتمر التابع للحوثي. فأحمد علي عبد الله صالح هو كان يعني رئيس الحرس الجمهوري في عهد أبيه ولم يظهر على المشهد السياسي، وبالتالي هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر، سواء بقي يعني هذا القرار أو رفع عنه القرار، أحمد علي عبد الله صالح أصبح قراره مرتهن
بيد النظام الإماراتي ومتواجد هناك منذ سنوات في الإمارات، لم يحرك ساكنا بالنسبة لما حصل لأبيه وإخوانه الذين تم يعني إخراجهم من قبل الحوثيين إلى خارج اليمن. سقطت الدولة وأخذ المناصب وأخذ كل شيء من أسرة عفاش علي عبد الله صالح. وبالتالي لكن إثارة الموضوع في هذا الوقت لا يصب في مصلحة الشرعية. أحمد علي عبد الله صالح لم يعترف بشرعية الرئيس هادي، والرئيس هادي هو رئيس المؤتمر الشعبي العام، لم يعترف بالحكومة الشرعية، لم يعترف بالجيش الوطني، وبالتالي إثارته هو مضيعة الوقت ولا يقدم ولا يؤخر. قضيتنا هي الآن في مأرب كيف يعني ندافع عن الشعب اليمني. شكرا جزيلا لك. مأرب ضد الحوثيين. شكرا جزيلا لك صالح الجبري رئيس مركز يمني يمن، كنت ضيفا عبر الهاتف من اسطنبول.